تحية سامعتها ولا جديد يذكر في هذا السمع. قلنا في آخر تحديث إن إحنا طالما مستقرين فوق مستويات التلاتة لتلاتة الربع مفيش قلق. القلق يحصل إمتى؟ لو استقرينا تحت مستويات التلاتة جنيه، غير كده تظل نسبتنا إيجابية على السمع، وما زلنا بنتداول داخل قناة سريعة هابطة على المدى المطول، يعني مدى قصير جدا، ما زلنا بننتظر اختراقها واختراق الهدف الأهم بالنسبة لنا اللي هو مستويات ال 3 جنيه 90 لحد مستويات ال 3 جنيه 95 اللي الاستقرار في منه يعزز النسبة الإيجابية أكتر وأكتر بالنسبة لنا على السهم. طيب لو بصينا كمان هنلاقي نفسنا حصل عندنا انعكاس واضح جدا جدا في السهم في المناطق دي، وعملنا تصحيح عنيف جدا جدا. ما زلنا ننتظر مزيد من الزخم شوية لاختراق القناة السعرية وتعقد النظرة الإيجابية أكتر وأكتر، زي ما قلنا بالاستقرار في مناطق ال 3 جنيه 95 قرش وقبل الاستمرار في الاتجاه الصحيح. أعتقد إن اعتقد لسه قدامه كتير، وقلنا إن أهم هدف بالنسبة للسهم عند مستويات ال 5 جنيه، وقلنا على المدى الطويل أعتقد إن السهم هيروح لمستويات ال 5 جنيه و70 قرش. كل الكلام ده كلام جميل، ولكن اللي يهمني الأول هو اختراق مستويات ال 3 جنيه 95 والاستقرار منها، وبعد كده أبص لفوق على أهداف أكبر. وبالتوفيق.